أهلا وسهلا، حلقة جديدة من حلقتنا عن رواية خلقت جدلا كبيرا في الأوساط الاجتماعية والتربوية. يتعلق الأمر برواية أرجوكم لا تسخروا مني للرواية جودي بلانكو حول فقدان الثقة بالنفس والتنمر والسعي لإرضاء الآخرين. وقف أستاذ، بغيت نعرف علاش كتعالجوا هاد الموضوعات الكبار واللي بعاد بزاف على المجتمع المغربي. كنت كنظن غادي تتكلم لينا على السخرية داخل المجتمع المغربي، ولا على المغربي واللي ما لقاش باش يشري الأدوات، ولا على السخرية على المغربي اللي ما قدرش باش يمشي للمدرسة، ولا على المغربي اللي ما لقاش لا باش ياكل ولا باش يتعشى. اش بان لك؟ ما تزربش عليا، خليني تنكمل. رواية لا تسخروا مني هي لفتاة انتقلت في مقتبل العمر حديثا إلى إحدى الثانويات، وهمها الوحيد أن تندمج مع باقي أقرانها في الفصل، رغم أنها مجتهدة وغيرت الكثير من طباعها ومن سلوكها لإرضاء الآخرين. وليتها الهضرة راه ما كايناش. بغيت نسولك، الله يستر عليك، شحال حنا ديال المغاربة اللي كنسعاو إلى تغيير سلوكنا ليكون أو لنكون مقبولا أو لنكون مقبولين في المجتمع المغربي؟ زعما شحال من واحد كيصلي باش يقول ليه، يقولوا ليه الناس راه كيصلي وراه مزيان، وشحال من مرة كنصوتوا على شي واحد كنقولوا راه ظريف وفي الأخير كيطلع منه العجب، ولا شحال من تلميذ ظريف داخل القسم كيجيب نقطة مزيانة رغم أنه يعني في مستوى بسيط وكاينين تلاميذ أحسن منه. اش كيبان لك في هذه النقطة هذه؟ واش يمكن نديرو إسقاط كل الرواية على المجتمع المغربي ولا على المجتمعات العربية، ونعتبر الرواية نوع أو كبسولات علاجية أو وصفة طبية لمعضلة اجتماعية قائمة وهي فكرة إرضاء الآخرين، أو نعتبرها دعوة صادقة لمراجعة أنفسنا ووضع أنفسنا وأقوالنا تحت المجهر؟ أش بان لك؟ راه هسي المشكلة الكبيرة أننا نصدق بشكل عفوي بشكل كبير أي رواية أو فيلم أو أي هضرة تأتينا من الغرب، أي حاجة كيكتبوها الغرب إلا ونقولها مزيانة، رغم أن العديد من المغاربة كتبوا على هذا الشيء بزاف، ولكن دائما كنبقاو نظروا لهم نظرة دونية، وكنبقاو نظرة للغرب أنه نظرة يعني عليا، ويعني دون أن نحدث جدلا أو دون أن نتقبل فكرة أن هذيك الهضرة ديالهم ماشي مزيانة. غادي نقول لك وغادي نقول للمشاهدين، أرجوكم لا تسخروا من المغربي، من المغربي كيفما كان وأينما كان، راه حتى هو بركته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.